بعض الناس هدانا الله وإياه يظن أنه لا يمكن أن يطلب العلم حتى يسافر مثلا إلى المدينة حوزانك علم شريعتي نهضاني حتى أونك مملكتك الدنيا يعني ناشا دولتك الدنيا سبحان الله هذا خطأ هذا خطأك ما زنه هذا أحيانا قد يكون حتى من الحماقة حتى هنا جراء أبوز أحمقتية ماذا يصنع اطلب العلم الآن هنا تكو داري هاي وداري علم شريعتي اجتهد اجتهاد أخوني شيكا الإمام البخاري مثلا إمام بخاري مثلا ليس من العرب العرب نيمبو ما قال أنا لست من العرب ولا يمكن أن أطلب العلم نبو تش عرب نيمبو أذكر علم شريعتي نيمبو لأنه يعلم أنه يطلب من الله من الكريم من الغني أوزنكي ما بر علمي إج ربي علمي فتح الله سبحانه وتعالى على البخاري رحمه الله وكان كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله ابدأ يا أخي من اليوم اطلب العلم احفظ ادعو الله أن يفتح عليك دعابك رب العالمين سمترك داري علمي لك والله لا يضيعك الله رب العالمين تنايله لا تنتظر حتى تسافر إلى دولة كذا أو كذا هي باي ناسنك حتى تهري دولتك فلان كده داري داخل داس بك تكهري وداري